الآن مشاهدينا نتعرف على أهم أنباء المال والأعمال مع زميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا ميرنا. شكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. تتضمن هذه التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات واستحداث وتنظيم صناديق استثمار للتنمية المستدامة والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة. يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريستمان فرص مد أنشطة الشركة إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي. اللقاء شهد استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الأبار وخططها لزيادة حجم أعمالها في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. من جانبه أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة أباتشي الأخيرة والتي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها الأكيدة في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس التي تسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%. أوضحت بيانات الجهاز المركزي أن قيمة التبادل التجاري ما بين مصر ودول بريكس ارتفعت لتصل إلى 1.32 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفلوسوية بقيمة تقدر بنحو 141 مليون دولار خلال الفترة من 4 أغسطس حتى 17 من الشهر ذاته. أوضحت الوزارة أن الإفراج شمل ما يقرب من 224 ألف طن من الذرة بقيمة 81 مليون دولار و60 ألف طن من فول الصويا بقيمة 45 مليون دولار وإضافات للأعلاف بحوالي 15 مليون دولار. أظهرت بيانات أولية تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس وذلك في أحدث علامة على أن ضعف التجارة العالمية يلقي بثقله على النمو الاقتصادي. كشفت البيانات أيضا عن أن عمليات الشحن اليومية للبضائع انخفضت بنسبة 10.7% في المتوسط في أول 20 يوما من الشهر مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 16.5%. خفض بنك جولدن مان ساكس الأمريكي من توقعاته للعائد على الأسهم الصينية من 14% إلى 11% في ظل تراجع قطاع العقارات، وهذه تعتبر المرة الثانية خلال 3 أشهر والتي يخفض فيها البنك من تقييمه للأسهم الصينية مع تزايد التشاؤم في سوق الأوراق المالية بعد تفاقم أزمة العقارات. Thank you.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إيمان وميرنا. شكرا لك مصطفى.